هو كان واحد هكذا قصفته بطريقه غير انا على بالي بصح مانيش راح نسمي لك الشخصيه لانه ما نسموهاش في التلفزيون. اه سي فون فهمتك صح كاينه الشخصيه هذيك مضره مش مليحه تكون في مواقع التواصل. كاين بنات صغار كاين اولاد صغار لازم تحترمي. انا اعتبرها شخصيه مضره عليها هدرت. مش هي فقط كنت قلت لي دوكا كذلك كاين شخصيات واحده اخرى ها تستعين بهذه الطريقه انه تصفيه حساباتك بالك شيء يوصل لك كلام شيء ما عجبكش من بعد نولي انفاصل. علاه؟ كاين ناس كاين واحد حاب يبان هكذا يكلاشيك باش زعما باش تترد عليه. لحقت المرحله انه في ناس تبروفيتي منك انه انت تبان يعني شهره درجه انه قالوا هالي قالوا يبانوا على ظهرك قالوا هالي مشهور دوكا انا قالوا هالي قال لي طول واحد دار فيديو هكذا في تيك توك بدا يسب الناس بدات تسب فيه طلع الفيديو بعدها ريبونديتو طول في الانستغرام تاعو قلت اروح نتلاقاو بريفي الى عاد هذا الكلام تقدر تقولي لي في وجهي مرحبا بك. سامحني والله غير اي هذا قالوا لي كي تكلاشي واحد هكذا مشهور وطلع لي الفيديو الحمد لله. واش من الحمد لله طلع لك الفيديو طلع لك تسبني انا ولد بلادك تسبني في الصح ماهوش هكذا.